يو ساب جايز اتس يور بوي اوساماتوري ومرحبا بكم الدراري في السيمانه الاولى من راب بودكاست. سو جايز كيما غتكونوا شفتوا في الفيديو اللي حطيت داك الفيديو الصغير اللي قلت لكم بلي انني رجعت وهاني رجعت الدراري باميسيون جديده اللي سميتها راب بودكاست. اللي بقاو نديروا بودكاست ونبقاو نتشيلي ونهضروا في الراب مغربي وفي الراب امريكاني في الراب اون جينيرال اي موضوع انقندوا في هاد لي ميسيون الدراري. سو غادي نقول لكم البروغرام اللي غيكون الدراري اثنين والاربع والجمعه غادي نبقاو نحطوا واحد الحلقه من راب بودكاست. يعني كل سيمانه غادي نطرقوا لواحد الموضوع نقسموه لثلاثه الاجزاء غادي ندويو عليه في هاد السيمانه كامله في ثلاثه الحلقات. ونهار الحد غادي نبقى نحط لكم واحد الحلقه شامله اللوب ديال الراب المغربي شنو وقع في طوري فيوز. غنبقاو نديروا الريفيوز ماشي غير على تراك واحد الدراري كما كنا كنديروا, غادي ندويو على الراب المغربي كامل في ديك الحلقه هذيك. وانتوما كل اثنين والاربع وجمعه والحد غادي تبقاو تدخلوا لاشين مع 6 غتلقاو فيديو. سواء الدراري هاد السيمانه غادي ندويو على واحد الموضوع اللي هو من روك الراب فيرسس امريكا الراب. الدراري هي صعيب اننا نقارنوا بين هاد امريكا الراب امريكاني والراب المغربي الدراري, مي غادي نسترقوا لهاد البلان هذا. غادي ندويو على بزاف ديال اللعيبات منهم الدراري يعني الراب مغربي والراب امريكاني, لاندستري في الراب مغربي لاندستري في الراب امريكاني, الفلوس العاقه الروابا كيفاش كيخدموا الروابا اللي داخلينها غير جبهه. المهم ندوي على هذا البلان بزاف الدراري. سو نبداو الدراري اولا يعني الا جينا ندوي على الراب الدراري في المغرب ولا في امريكان, الا جينا ندوي على الراب امريكان الدراري الراب راه هو الشعبي ديالهم. الا جينا ندوي على الراب المغربي ان الراب راه غير واحد الفن داخل على المغرب, يعني ماشي هو من التقاليد ولا من العادات ديالنا في المغرب. دابا بحال جينا ندوي في ميريكان غادي نقولوا الراب والفانك والميتال والروك والبلوز هادو كاملين الدراري من الاصل ديال ميريكان, يعني هو الشعبي ديالهم. كما غادي عندنا حنا في المغرب عندنا الشعبي, عندنا الرقاده في الجهه الشرقيه, عندنا ازران في الريف, عندنا احيدوز بالنسبه للسوس. هذا هو يعني الاغاني اللي من الفن ديالنا من التقاليد ديالنا. ولكن في ميريكان كما قلت لكم عندهم الراب عندهم البلوز عندهم الروك عندهم الميتال. عليها الدراري اننا صعيب نقارنوا ما بين هاد ما بين الراب المغربي والراب الامريكاني من هاد الناحيه هادي, حيت هذا واحد الثقافه ديالهم والروابا ديالهم. راه كاين روابا اللي كيدخلوا لليونيفرسيتي الدراري باش يقراو على الراب, الراب عندهم في لافاك في الجامعات ديالهم كيقراو عليه على ثقافه الهيب هوب عامه, ماشي بحال الروابا عندنا في المغرب كاين اللي كيدير الراب على حقه وطريقه, كاين اللي دخلها غير جبهه, كاين اللي كيعاود التراكات الامريكان والفرنسي كله كيف شنو كيدير. حيت الراب المغربي الدراري ما فيهش, نقدر نقول لكم ان 70% 65% المهم حتى 70% الدراري داخلينها غير جبهه كله وكيفاش داخلها. كاين اللي داخل على حساب الاعاقه الدراري كيصحابوا الراب فيه الفلوس في المغرب, كاين اللي لقى جارهم كيرابي قالت انا جا رابي. وهادشي ما كنعممش الدراري حيت كاين الروابا في المغرب اللي كيديروا الراب مغربي, يعني الراب بالدارجه الراب بالمغربيه الراب, يعني كما غادي نشوفوا الليريكس ديالهم وليريم ديالهم نلقاهم كيدخلوا كلمات بالدارجه المغربيه الحره, كيدخلوا المثلات الامثله والتقاليد ديال المغرب كيدخلوهم في الراب ديالهم. ما كندويش على داك الراب اللي كيغني على الهموم الشعب كما كنقولوا البطاله الفقر العيبات, حيت داكشي الدراري تغنى في 2006. بغينا واحد النيفو اخر في الراب المغربي, بغينا نشوفوا روابا مغاربه حيت كاين دراري قلال في المغرب اللي كنشوفهم انا كيديروا راب مغربي. بلا ما بغيتش نقول السميات باش ما ننساش شي واحد ولا ما نجبدش الصداع, فهمت انا هنايا غير كندير البودكاست غير كندوي وصافي. وهذا هو البلان الدراري. يعني اما روابا كاين روابا مغاربه عاوتاني باش ما نظلموش كلشي, كاين روابا مغاربه كيديروا ميريكان بالدارجه, يعني ماشي خايب يعني كيكوبيو التراكات ولا كيعاودوا كيشرحوا كيديروا داكشي اللي عندهم بلونغلي كيديروا كيديروه بالدارجه. يعني اللي بغيت نقول ان روابا مطلعين النيفو, يعني نقدروا مستقبلا نقارنوا الموسيقى ديالهم مع الموسيقى ديال مراكنا حيت كيحطوا فلوات واعرين تراكات فيهم دي هيت, يعني كيحط لك دي هيت. الهيت الدراري هو يعني فاش داك الرابور يطلع فوق لاسين ولا يتلقى في شي شوكيس مع الفانز ديالو غادي تكون شاخده ولاد الحاج. هذا هو البلان الدراري. يعني كاين رواب مغاربه اللي نقدروا مستقبلا نقارنوهم مع رواب امريكانيين حيت كاين دي توب لاين, كاين رواب كيحطوا دي فلوات واعرين ليريكس واعر. كاين روابا كيديروا ميريكان بالدارجه الدراري, ولكن الدراري باش نشوفوا انا روابا ميريكانين راه هربوا مادام الراب المغربي غادي كيتزاد في النيفو. حيت الا جينا نشوفوا الدراري الراب المغربي في 2015 ماشي هو في 2020 كاين فرق كبير, كاين فرق كبير الدراري ما بين في هاد الخمس سنين هادي تزادوا بزاف اللعيبات سواء في الفلوس تحركات شويه القضيه في الفلوس
الدراري طلعوا النيفو، كاينين جينيراسيون اللي واعره الدراري، ما كنظلموش جينيراسيون القديمه من الجينيراسيون الجديده واعرين بزاف، حيت فيهم دراري بزاف وكاينه كونكيرونس. هذا كل شهر خصو يبان شي واحد، كل 3 شهور بنان خصو الاخر. دي زي بي كيتحطوا بالجهد، كاين دي زالبوم، كاين بزاف ديال العيبات. مي انا بالنسبه لي انا رابر مغربي ما عنده لا شي يحط البوم بالرجوله، حيت ما غاديش يتباع. المهم قضيه الفلوس ولا الاندستري غادي ندوي عليها من بعد. دابا كندوي يعني على الراب، على الموسيقى. الموسيقى في امريكا هربات، هاربين بالجهد الدراري تما، كاين رواق واعرين. الاول جينيريشن باقي يعني حاطين البقل ديالهم تما، ماشي بحال هنا اغلبيه مات، ماتلو الحوت ولا كاين اللي قلب الكوميرسيال، راكم عارفين. يعني صعيب اننا نقارن الراب المغربي بالراب الامريكاني، مي الراب المغربي الا جينا نشوفو نقدر نقول لكم مصنف عالميا بالتوب 5 في الراب اللي كاين في العالم، يعني مع الدول الاخرى. حيت بعدا ما كاينش شي راب في العرب، الراب العربي ما كاينش، يعني شي نشيني وحدين مثل الراب الجزائري ولا الراب السعودي ولا الراب السوري ولا الراب في تونس، يعني صعيب يوصل الراب المغربي. كاينين روابا تما قلال، ماشي بحال في المغرب. المغرب روابا بزاف، وبزاف اللي كيحطوا نيفو طالع. يعني الراب بعدا في المغرب نقدر نقولوا انه هو اللي متصدر الراب العربي وفتار في العالم، حيت ولينا كنشوفوا روابا كيمشيو كيديروا ديتور في فرنسا، ديتور في العالم بزاف د البلايص، دي فيتشرينغ انترناسيونال، راكم عارفين على من كندوي هنايا. كليبات واعرين، كاين روابا اللي كيحطوا كليبات واعرين، ماشي غير يجيو صوت كيطلع عليهم كليب ب 50 درهم. هذا هو البلان. كاين الدراري في المغرب اللي كيحطوا داكشي على حقه وطريقه بروفيسيونيل، كاين اللي غير كيرقع بزاف ماشي غير بزاف الراب المغربي غير كيرقعوا. كاين مساوس، يعني هادشي مادام كاين في الراب المغربي، يعني صعيب الا بقاو بحال هاد التخربيق هذا صعيب الراب المغربي يزيد القدام. مي كاين دراري اللي كيحاولوا كيديروا ما في جهدهم باش يطلعوا بالراب المغربي، كاين دي فيتشرينغ كبار كيديروهم روابا مغاربه. ما بغيتش نجبد سميات الدراري باش ما نطيحش فشي مشكل، ذات واي الدراري مقاو كندوي اون جينيرال. هذا هو البلان الدراري. يعني الراب في المغرب غادي وكيطلعوا النيفو، الدراري كيطلعوا النيفو بزاف، كيطلعوا النيفو، كنشوفوا موسيقى زوينه. الراب المغربي ولا كيدوز في الراديو، كيدوز في التلفازه، هادشي اللي ما كانش كنشوفوه شحال هذا. كان شحال هذه يعني مع البيك 2006 2005 اللي يلاه بان الراب، يعني كان كيبان شويه ولكن من بعد تسد عليه. ولكن دابا المهم خصوصا في هذا العام من 2017 2018 19 20 الراب دار اللي عليه ديال بصح، تحرك بزاف ولا بيبليك كبير، ولا بيبليك كبير، زاد البيبليك ديال الراب ما بين 2015 و 2020 الدراري. والله الا راب مغربي انا عاجبني بزاف، بيغ اب للروابا اللي كيديروا داكشي على حقه وطريقه. اما بالنسبه اللي غير كيرقعوا وصافي، انا كنتمنىهم غير يحيدوا ما يوسخوش السمعه ديال الراب الدراري. هذا هو البلان.